جزاكم الله خيرا. إذا وافقت على ارتباطي مع شخص لا يصلي، عسى أن أستطيع أن أهديه وأجعله يصلي، هل هذا الزواج صحيح؟ وإذا صح هذا الزواج ولم يصلي، علما بأني نصحته كثيرا وأنا تزوجته على أساس أن أصلحه، ماذا أفعل؟ هذا الزواج غير صحيح من أساس. إذا كان حين العقد لا يصلي والمرأة المعقود عليها تصلي فإنه لا يصح العقد، لأنه عقد من كافر على مسلمة. الله تعالى يقول: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. وتارك الصلاة متعمدا كافر، بأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن وغيرهم. الله جل وعلا يقول عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم. فجعل أول الجواب عن دخول النار هو ترك الصلاة، وقرنه مع التكذيب بيوم الدين، وهذا كفر بلا شك. فكذلك ترك الصلاة يكون كفرا مخرجا من الملة، فعليه هذا العقد غير صحيح. ولا يبرر هذا أنك تقولين: أنا سأدعوه وأعمل على إصلاحه، هذا غير مضمون. ثم العبرة بحالة العقد أيضا، العبرة بحالة العقد، فلو صلى بعد ذلك فلا بد من إعادة العقد. نعم.